هنا القدس دوت كوم من أبرز عناوين الأخبار اليوم. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في غزة ونابلس، والجناح العسكري لفتح يتوعد بالرد، والرئاسة تندد بالتصعيد الإسرائيلي للعنف. عشية الذكرى الأولى للحرب على غزة، أهالي الضحايا يتذكرون لحظات استشهاد أحبائهم ويناشدون العالم محاكمة مرتكبيها. إحباط محاولة تفجير طائرة أمريكية خلال رحلة من أمستردام إلى ديترويت. انتشار أمني كثيف في طهران بعد تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. الصين تدشن خدمة أسرع قطار في العالم بين مدينتي يوهان وكانتون. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. تحية لكم وإلى اللقاء.